أعلن الفنان تامر شلتوت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك في الساعات الماضية إنه خضع لعملية جراحية دقيقة، وهو حاليا تحت الملاحظة من قبل الأطباء حتى يتعافى تماما من أزمته الصحية. في يوم 3 أغسطس الجاري خضع الفنان مصطفى فهمي لجراحة دقيقة في المخ داخل أحد المستشفيات، وقال مصدر مقرب إن مصطفى فهمي عاد إلى منزله بعد إجراء العملية، ويباشر الفريق الطبي المشرف على حالته تفاصيل الحالة أول بأول، مضيف إن الفنان حسين فهمي يتواجد مع شقيقه لرعايته طبيا. في يوم 4 أغسطس أجرت الفنانة نهال عنبر عملية جراحية في الكتف، وذلك بعد إصابتها بقطع في الأوتار العام الماضي وتعرضها للعديد من المضاعفات، حيث أمر الطبيب بضرورة خضوعها لعملية جراحية، وقالت في تصريحات خاصة إن الطبيب أعطى لها الإذن بممارسة حياتها بشكل طبيعي بعد أسبوع واحد، وبعدها ستخضع للعلاج الطبيعي من خلال عدة جلسات لاستكمال شفائها. كان الفنان تامر فرج قد خضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة بعد تفاقم المشكلة بها، وظل تحت الملاحظة الطبية حتى تم شفاؤه بالكامل، وعلق بعد إجراء العملية قائلا: أصدقائي الغاليين والسادة الصحفيين وكل من سأل عن حالتي الصحية، أشكركم جميعا من كل قلبي، فاجئتوني بهذا الحب الطاغي والمشاعر الجميلة، الواحد ما كانش عارف إنه محبوب كده، أشكركم وبعتذر عن عدم الرد على المكالمات، أحيانا لأني كنت أغلب الوقت نايم أو مش قادر أتكلم، ولكن كل اتصالاتكم ومشاعركم الجميلة وصلتني وغمرتوني بحبكم، الحمد لله أنا أحسن كتير وهبدأ في ممارسة عملي وحياتي الطبيعية قريبا. أما الفنانة جميلة عزيز بطلة مسلسل ونيس أعلنت إصابتها بورم سرطاني، حيث كشفت في تصريحات خاصة إنها تخضع لعدد من التحاليل والفحوصات للخضوع لعملية جراحية، ثم بعدها تجري تحاليل أخرى للقيام بجلسات علاج طبيعي. منذ أيام قليلة تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية شديدة والتي أثرت على صحته، واضطر إلى الخضوع لعلاج مكثف داخل إحدى المستشفيات بأكتوبر، وظل الفنان محمد منير في المستشفى عدة أيام، وذلك قبل أن يسمح له الأطباء بالخروج واستكمال العلاج في المنزل، وتدهورت حالته الصحية مرة أخرى. قرر الفنان محمد منير السفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج هناك والتأكد من حالته الصحية وأسباب تدهور حالته الصحية، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل إصابته بأمراض الكلى والكبد. قرر محمد منير السفر إلى ألمانيا بعد إحياء حفله في الإسكندرية يوم 21 الشهر الحالي، حيث رفض محمد منير إلغاء الحفل.